متابعين بصباحنا اكيد، ووصلنا الى فقرتنا التاليه، وراح نحكي اليوم بعالم الميك اب وشو اهم الالوان اللي دارجه مع بدايه فصل الصيف. يمكن كثير عم نشوف الوان ضايجه ضاربه صاخبه، هي يلي العين عليها. كيف فينا نكبر عيوننا؟ كيف فينا نحط لاينر بليق ورموش بليقوا بشكل عيوننا؟ رح نحكي اكثر مع ربا العقل. صباح الخير ربا، اهلا وسهلا. صباح النور، يسعد صباحكم. يسعد صباحي. صباح. قبل ما نبلش ميك اب مع الصبيه، خلينا نحكي مثل ما قالت ليا ببدايه حديثها، كنا نروح دائما على الالوان الرايقه الترابيه. عم نشوف هيدا الصيف الوان قويه ملونه فيها جرأه، اليوم عم نشوف العروس عم تروح اكثر للالوان مثل الموف، الزهر، الاحمر، الايلاينر العريضه، ما كنا نشوف هي التفاصيل. في جرأه بتحسي اليوم بالميك اب. صح، هلا هي السنه صح كثير عم نشوف انه الايلاينر حتى صار في لهم اسماء كثيره، يعني صحيح. الرسمات الشادو مثل الكاتكريز، مثل الايلاينر المجنحه، مثل المزدوج، صحيح. في كمان الهبه سموه، يعني فمنلاقي في شغلات كثير غريبه عم يطلبوها العرايس. وبنرجع كمان نحن حسب اذا الصبيه بيلبق لها، بنرجع لشكل عين الصبيه. بالنسبه للالوان بنرجع للاندرتون تبع البشره كمان، يعني اذا البنت سمراء ما فيني احط لها الالوان تضرب على ازرق، يعني بدها شيء يكون كثير مناسب لبشرتها. تمام. ربا كمان عم نحكي على الوان صيفيه فاقعه. تمام. كمان خلينا هيك نركز شوي على الفونديشن. هلا كثير بنشوف الصبايا شي عامل برونزاج، شي عنده فرق بين الوش، لون الوش بيغمقه كثير، وعنده فرق بين الرقبه والصدر. قديش اليوم مهم تناسق الالوان حتى مع الميك اب؟ قد ايه مهم انه بشرتك تكون يا طبيعيه، يا مو بياض بياض، يا مو سمار سمار، يعني هيك وسط. صح تمام. وبشو فينا نغمق؟ هون احنا حكينا، هون ترجع الصبية بتكون هي مختارة الدرجة غلط، فبترجع هي للأندرتون الأساسي تبع البشرة بغض النظر إن هي كانت عاملة برونزاج ولا لا. حتى ما يميل اللون على إنه بتحسي الصبية كأنها عاملة ماسك، يعني الوجه لون، الرقبة لون، الإيدين لون، فلا هي بدها تختار. لما بدها تروح الصبية تختار الفونديشن المفروض تعمل له التيستر على بين الرقبة والوجه حتى يكون مناسب. وبترجع لألوان درجة الأندرتون تبع الصبية، في ألوان باردة وفي ألوان دافية. كمان هون هي بس تحدد الأندرتون تبع بشرتها، تختار درجة على أحمر ولا على بيج بتفضلي؟ لا مو حسب، حكينا الألوان الباردة يعني الصبية بشرتها باردة تختاري اللي على وردي، دائما الفونديشن تحسيه عاطي على وردي. أما إذا كانت بشرتها دافية تختاري اللي على أورانج، على أصفر، الالوان لدرجات الاحمر. اذا بدك خلينا نحكي عن الميك اب ونبلش مع الصبيه، بدك تبلشي مع ميك اب؟ انت مبلشه مع ميك اب، فينا نقول ميك اب عروس؟ مبلشه تقريبا عين الايلاينر المزدوجه او المفتوحه مثل ما بسموها، وبدنا نعطي الفرق بين العينتين. هلا الصبايا كمان عم نشوف انهم عم يجيبوا اللزقات لحتى يسحبوا عيونهم، هلا كثير دارج سحبه العين، او عم يعملوا عمليات انه هن يعملوا الخيط ورفعة العين القطه ايه تمام. فنحن فينا كمان هي القصه نعملها بالميك اب. خلينا نبلش ميك اب، بس المزدوجه ما بتلبق لاي عين، يعني عم نشوفها كثير موضه هي السنه. تمام. هلا هي بتلبق لاغلب العيون بصراحه، يعني هي بتلبق للعيون المبطنه، بالعكس بتعطينا كسره للعين، فينا نحن نشتغل المبطنة فيها. المبطنه طب كيف بدها تبين من هون؟ تمام. ما نحن بنشتغل للعين المبطنه بالخط الثاني تبع الايلاينر وبنغمق فيه، فبيعطينا كسره للعين بتبين انه هي معنا مبطنه. هلا ربا بدك تعملي لها نفس العين الثانيه؟ هلا احنا رح نعمل نفس، لا نفس العين، نفس العين اكيد. لكن خلينا نبلش، حتعطي لها اول شيء شو درجات الفونديشن الباودر وكل شيء؟ هلا الصبيه افتحي عيونك، عينها شوي على دائريه، فنحن حبينا نسحب لها اياها، انا بس حبيت انه بين الفرق بين العينتين. كبرتيها نوعا ما، فينا نقول شوي من خلال السحبه. لا نحن سحبناها، هي عينها دائريه كبيره، فنحن حبينا نسحب العين مو اكثر. والالوان اللي معتمديها؟ هلا انا الالوان اللي معتمدتها، الصبيه طبعا بشرتها بيلبق لها الالوان الدافيه، بس انا حبيت انه العرايس هلا عم يختاروا الوان الوردي كثير بشكل كثير قوي، فحبيت شوي انه تعملي لها الوان، نعمل الشيء اللي عم يطلبوه العرايس بشكل عام.
حتى لو كان البشره غامقه شوي او سمراء فينا نلعب بالالوان. تمام، فينا نحن نلعب بالالوان، يعني نحن فينا انه ما نخليها الالوان كثير انه الوردي الفاتح، بنغمق شوي حتى يناسب البشره تبع الصبيه. نعم ربا، يعني عم نحكي عن الالوان، ولكن خلينا نحكي عن هلا طبعا. خلينا نحكي عن انماط العيون. طبعا. في عيون يمكن كثير بتغب ميك اب، بدك تحطي لها اساس اكثر قبل المكياج، عيون ما ببين عليها الميك اب بسبب انها هي كثير مبطنه. خلينا نحكي كمان عن انواع العيون انت وعم تشتغلي. صح. هلا والبشرات تبع العين كمان. هلا بالنسبه للبيز او الاساس تبع العين لحتى انه يثبت الشادو، اذا هيك قصدك، ما انه الشادو يثبت. هلا هون ترجع للاساس، يعني نحن بس اسسنا صح، حطينا البرايمر الكونسيلر للعين، خلص نحن هيك اسسنا صح. مثل البشره لما نحن بنعمل البيز بنأسس البشره صح، خلص الفاونديشن بيثبت، الشادو بيثبت، ما عاد في عنا اي مشاكل. بخوف هاللون اللي حطيتيه هيك كثير زهر أو شايفة؟ لا هو رح يختفي. هلا بعرف ايه ما هي عم يعني شوف على العين الثانية كيف بيخف على المكياج، كيف بتتم عملية الدمج، يعني حتى بتلعبي بالألوان. أكيد. هلا هون ترجع لخبرة الصبية. هلا عم نشوف نحن بآخر فترة إنه في صبايا كثير عم يعرفوا يعملوا ميك اب كثير منيح، يعني عم شوف الصبية هي عم شوي عن الميك اب ارتست، عم يعملوا ميك اب لحالهم. حتى يمكن اليوتيوب فادهم اليوم كثير، بتلاقي حتى عملية النحت والميك اب والفونديشن عم تحطه بطريقة نوعا ما محترفة. صح، يعني عم بس في عندهم إلا ما يكون في هيك لمسة الميك اب ارتست شوي مختلفة. هلا العيون المدورة نحن لما بدنا نسحبها حتى بالشادو، هلا دارج حتى الميك اب المحدد، صح، يعني نعم. حتى بالشادو بنحاول انه نحدده ونسحبه قريب للكات كريس. نعم ربا، خلينا كمان نضوي على قصه الرموش. طبعا. يعني هلا كثير صبايا عم يحطوا اللاشز بيكون تلزيق دائم شي شهر شي شهرين، هذا الشيء عم يعطي صعوبه على الميك اب ارتست، يعني كلهم عم يحطوا تنبيهات بليز اذا بدها تجي تتمكياج عندي ما تكون حاطه هي الرموش الدائمه نوعا صح. ما او الميك اب. وخلينا نحكي عن الرموش الدائمه، وخلينا نحكي عن الرموش يلي بتنحط للصبيه، كل عين اكيد لها ستايل محدد. صح. هلا انا بالميك اب اذا كانت الصبيه عندها مشاكل بالعين فلا بحبذ انه هي تكون حاطه الرمش الكامل، لانه نحن فينا نستخدم الرموش لحتى نغير شكل العين، مثل اذا العين بدنا نسحبها او نخليها او اذا العين دائريه نغير لها شكلها، يعني نحن فينا نتحكم بشكل اكبر بالعين عن طريق الرموش. الرمش هو حلو للصبيه بس انه يكون للايام العاديه، يعني مو للحفلات. وإذا جتني أنا مثلا عندي صبية حاطة رمش فيني إنه أنا أستخدم لها رمش خفيف معهم، بس ما بستغني عن الرمش الكامل بالميك اب. بس بتختلف أنواع الرموش، لأنه أحيانا عم نشوف في مبالغة حتى بالرموش اللي عم تنحط خلال النهار. أكيد. هلا النهار شيء ثاني، يعني النهار الرمش الكامل ما هو صحيح ابدا. طيب ربا خلينا نركز كمان على اللاينر. هلا شفنا حطيتي خط رفيع كثير والسنه ما دارج اللاينر ابدا، السميك او الواضح يعني غير الكات هيك. لا حسب العين. هلا مو الخط الرفيع او يعني في عندك العين المدوره. لا انت بس حطيتي رفيع ورح تحطي الرموش ورح تعملي عشان نحط الرمش. هلا عين الصبيه مدوره، انا لما بدي ارسم لها الخط عريض فوق عينها رح تدور بزياده، فانا بدي اسحبها، هذا الشيء غلط انا ما فيني اتبعه. تمام. فبحط لها بس خط رفيع على خط الجفن وبعدين بسحب لها عيونها من الاطراف، من الزاويه الخارجيه والزاويه الداخليه. بس بتفضلي ينحط لو يعني لمسه بسيطه لاينر كثير خفيف ولا لا؟ هلا هو خط الرمش لحاله لاينر. هلا العين مثل العين اللوزيه مثلا، لو كان عين لوزيه اوكي انا راح اعرض من قدام، يعني من زاويه العين الداخليه راح يكون الخط عريض ومن اخر العين راح يكون رفيع لحتى تعطيني كمان السحبه نفسها. فهون نحن بنرجع لشكل العين تبع الصبيه، ما فينا كل الصبايا نرسم لهم عينهم نفس الشيء، هذا الشيء هو اللي عم يكون. طب قلتي هي العين دائريه، شو اللاينر اللي بتلبق لها؟ عم اقول لك هلا هون نحن بنحط خط كثير رفيع بس لحتى يحدد لي العين على خط الجفن، وبعدين بنرسم اللاينر من الاطراف
من الزاوية الداخلية والزاوية الخارجية. حتى الزاوية الداخلية أنا لما بدي أرسمها مو لكل العيون، يعني في عيون ما بتناسبها لأنه هي بتكون قريبة من بعضها. العيون القريبة من بعضها نحن ما بنحط لها الايلاينر من الزاوية الداخلية تبعتها. بنحاول انه نكتفي عند نهاية خط العين. العيون المتباعدة مثل ما شايفين هون بعين الصبية انا مقربة الايلاينر. بدي احكي عن شيء انه الصبايا ايام كثير بيغلطوا برسم الايلاينر، يعني بتجيني الصبية عينها مثلا مبطنة، فبتلاقي هي ومسكره راسمتها واوكي تمام كله امورها بخير، فلما بتفتح بيضيع الايلاينر بصير كانه هي حاطه شادو اسود على عينها. هذا الغلط من الاغلاط يلي انه هن بس بيرسموا خط الايلاينر عريض. تمام؟ فهي تمام. المفروض مثل ما هلا انا بدي ارسم للصبيه. يلا لكن بتبلش الخطوات الاخيره لوضع ال بتبلش من الزاويه الـ من الجفن السفلي. اوكي نهايه الجفن السفلي غمضي وبتسحب عينها لفوق مع صاحبة الرمش فيك يعني بنقول تمام هلا تمام هلا الايلاينر المزدوجه نحن ما بنرجع المجنح نحن حنرسمه بشكل عريض ونوصله باخر الزاويه. هلا نحن المزدوج بنرجع على نفس الخط بنرجع على كسره العين. يعني اكيد هي بدها خبره، اكيد ما الصبيه بتقدر تعملها هلا لحالها، لانه اذا غلطت بالخط خلص بدها تمحي كل الميك اب تعود. اكيد تماما، اكيد هي بدها خبره وبدها حدا يكون كثير. الزاويه الداخليه ما لاحظتي انه انا ما رسمت خط كامل، بديت من اخر العين ومن بس قديش في مسؤوليه على الميك اب ارتست اذا بدنا نقول او اي حدا بده يعمل ميك اب لعروس او لصبيه انك تبيني تفاصيل جمال وشها، يعني في ناس كثير بيبين جمال وشها وتفاصيل، في ناس بتنظلم كثير بالميك اب. تمام، ما هون اسمها ميك اب ارتست، يعني هي اذا ما حتعرف تحدد ملامح الصبيه وتبرز لها جمالها سوري ما اسمها ميك اب ارتست، عرفتي؟ يعني انا دوري انه تجي الصبيه اللي عندي تكون مطمنه انه انا رح ابرز لها جمالها، ما رح شوهها او بس انه انا احط لها ميك اب. تحت العين عم تحطي هلا اي لون؟ تمام هلا حتى على نفس اللون الشادو اللي حطيته على نفس الالوان الشادو يلي انا الوان الزهر استخدمتها من فوق العين. اكيد فاتحتي لها عينها انت مانك مسكتيها هلا كمان الموضه العين المفتوحه، يعني اغلب البنات بتقلك طيب هون خلينا نركز على العين المفتوحه لمين بتلبق؟ يعني انا بحس العيون المبطنين انا بحس ما بيلبق لي لالي عيوني مبطنين العين المفتوحه. هلا بنرجع على حسب العين وحسب شكل الوجه، يعني انا ما فيني اختار العين ما فيني افتح العين اذا كانوا الخدود كثير كبار. اوكي تمام، فرح يبين الشكل ما كثير هيك اوفر، يعني حتبين الصبيه كثير اوفر. اذا كانت الصبيه مثل حضرتك مثلا عيونها صغار وعندها خدود كبيره، فانا لا بحبذ انه يكون شيء هادي، الوان هادي، اي لاينر بسيط، ما يكون في كثير شيء اوفر. بنبرز اكثر الكونتور الروج، نحاول العيون تكون كثير هيك هاديه وكثير بقلب العين. انت ما ينحط شيء ولا لا؟ انا حاطط لها الالوان الفاتحه. هلا اكيد ما بننسى انه نحن ندمج الخط المزدوج تبع الايلاينر. هلا عم تتم عمليه دمج مع الخط؟ تمام. اها شو حطيتي لها بقلب عينها ولا لسه ما حطيتي لها؟ هلا بقلب عينها نحن مبلا حاطين لها الفاتح ابيض. لحتى شوي يسحب لها العين مثل ما شايفين. الابيض بيعطيكي سحبه اكثر بيعطي للعين. سحبه وبيعطي وسع للعين. وهيك بيضوي بتحسي. وبيضوي صح، خاصة للعرايس، يعني العروس دائما ال ال الانظار اسفة، الانظار عليها من بعيد، يعني هي بدها تكون بارز وضاوية بنفس الوقت، ما تكون معتمة.
ربا خلينا مشان نحكي عن تفاصيل الشادو وكمان الحمرة، خلينا بس هيك نركز لبين ما تخلصي على موضوع الحواجب. هلا كثير عم دارج الحواجب الناتشرال، يعني هيك يكونوا هيك طبيعي ناتشرال، يحطوا بس ماسكارا ويمشوا، دارج انه ما يكونوا كثير اوفر وغامقين وستريت مثل ما كان دارج من قبل. خلينا نحكي عن الالوان المناسبه، كمان الحواجب تلعب دور، ممكن تنزع كل المكياج على فكره. صح، دائما بيجوني الصبايا اللي عاملين بلوك حواجبهم بلوك وهم ما عندهم قدرانين. ايه تمام، فهون بالتاتو تمام كثير ضروري انك انت يكون عندك حيل. هي حيل هي بترجع للميك اب ارتست انه هي تخفي التاتو، ترجع ترسم لهم شعره اروق للوجه، يعني هو بيجي هيك اهدى، بما انه العيون مثل ما هلا حكينا انه صايره كثير ضايجه والوان ورسمات بارزه كثير، فحلو انه يكون ال الحواجب بتكون كثير طبيعيه. هلا عم بدك تحطي لها بلاش. هلا انا عملت لها الكونتور الكريمي، بنرجع بنثبت لها. شو نوع خدودها؟ نعم خدودها كيف بتصنفون هي الخدود؟ هلا هي طبيعيين. طبيعيين يعني هلا هي نحن ما لها بحاجه انه نحن نبرز، لا بحاجه انه نبرز بس الجمال اللي بوجهها. يعني الصبيه عندي عندها التكساس اللي عم يعملوه الخدود، فما في ما لها بحاجه انه نحن نحدد لها اكثر، فبنحاول انه شيء بسيط حتى كمان ما كثير يعطي وجه انه هو كثير. طب الخدود المعبايه كثير البلاش كيف بيكون؟ هلا بنرجع للانواع اذا الصبيه مثلا وجهها نحيف بس عندك راس خدود هون تمام، حابه انه هي تكبر خدودها، بنستخدم الهايلايتر الالوان الفاتحه، معروف الالوان الغامقه هي اللي بتصغر والالوان الفاتحه هي اللي بتكبر المكان. تمام، فنحن بنحاول انه نعمل اذا كان الصبيه وجهها نحيف بنحاول انه نرسم الكونتور بلون شوي فاتح بشكل دائري. خلينا نقشر ربع على الجهه الثانيه مشان تبين على الكاميرا من هون. نرسم الكونتور، هلا الصبيه ما لها بحاجه اكيد، بس اذا كان الصبيه وجهها نحيف وما عندها كراسي خدود فنحن بنحاول نرسمه بهذا الشكل من زاويه الاذن لدائره لنص الدائره بحرف سي. حرف سي بالمقلوب تمام، وبنعبي هاي المكان كله بالهايلايتر والالوان الفاتحه. طيب شو بتفضلي لون البلاشر يكون؟ اللون البلاشر كمان حسب الاندرتون تبع الصبيه مثل ما حكينا، يعني اذا كان حسب الميك اب انه انت حاطه شوي على زهر بتحطي على زهر ولا لا البرونز لانه راح معه ولا شو؟ هلا هون كمان نفسه هو بيرجع للاندرتون تبع الصبيه، يعني انا لما عم بستخدم له الوان الزهر معناتها هو بيلبق له، فانا بستخدم له البلاشر شوي على زهر. اذا كانت الصبيه درجه سماره كثير واضحه فلا يفضل انه انا استخدم البرونزيات اللي على اورانج، خاصه هلا نحن على الصيف تلاقي الكل تمام. هلا حتى الروج شو الالوان اللي بتاخذيها معلم؟ مثلا لما نقول الشادو هيك قوي شوي جريء، شو الالوان؟ هلا بنحاول شوي نحن نخليه الوردي على بيج، يعني بيج روزي ايوه يكسر. يعني ما بتستخدمي الكونتور اول شيء صح؟ لا انا عملت لها انا كونتور كريمي. اوكي فيها صبيه تستخدم كونتور وفيها هلا شوي اللي فيها جليتر دارجه اكثر من المت هي السنه ولا لا الجلوس؟ هلا حسب كمان نرجع حسب الشادو، اذا كان الشادو في كثير جليتر وكثير ضاوي لا بنحب بنفضل انه يكون الروج مات، اما اذا كنا عاملين العيون مات فلا ممكن نستخدم حتى الجليتر. ايام عم يحطوا مو الجليتر الهايلايتر عم يحطوا شوي على الشفايف كمان عم يعطي شكل حلو. واليوم على الاضاءه طالعه الحمراء كثير بينك بس عم نشوف كمان تكبير، يعني حتى لو الصبيه شفايفها مش كثير كبار بتكبر شفتها بالروج او الكونتور. هلا حكينا انه الالوان الفاتحه دائما هي بتكبر الشفايف تمام. لا انا رح ادمج الروج. هي ضفتي له بيج لحتى ما يبين هيك تمام، حتى ما يكون كثير أو
فينا نقول هاي اللمسات الاخيره للميك اب. ايه هلا بنورد الخدود شوي وبنحط الهايلايتر. هلا اغلب العرايس عم يحبوا انه الميك اب يكون شوي يعني مرسوم اكثر من انه الوان. يعني بيحبوا انه الشادو في تفاصيل اكثر. هلا اذا لاحظتي انا حطيت لونين دمجتهم مع بعض بس مو اكثر. الواضح هو رسمه الايلاينر، الرمش تبع العين. حتى لما تغمض عينها في تفاصيل اكثر بتحسي مرسومه. هلا بنورد لها شوي الخدود. هلا هذا الميك اب كمان للصبيه اللي البيضة الاندرتون تبعها بارد كمان بيلبق لها كثير. فينا نفس الميك اب نستخدمه على الوان ترابيه كمان بيطلع كثير حلو. اللمسات الأخيرة عم تحطي لها الهايلايتر، هون كمان خلينا نركز على الهايلايتر، أحيانا بيكون ضارب على أبيض، أحيانا بيكون ضارب على زهر، وأحيانا ضارب على برونز، أي اللي بتفضلي كمان حسب نوع البشرة؟ حسب لون البشرة وحسب لون الميك اب يلي أنا عاملته. هلا بالنسبة لألوان الميك اب كلها بنركز على حسب لون البشرة لأنه بيقلب معنا عكس. يعني انا اذا الصبيه الاندرتون تبعها بارد وعملت لها دافي رح يقلب على، بتلاحظي انه ايام الصبيه بتلاقي الشادو مثلا قالب على ازرق او بشرتها بتلاقيها معتمه، يعني بتحسي انه كثير. بس احيانا يعني يكون في مبالغه بالجلتر، بس هلا مثلا حطيتي لها انت فوق العين شوي في لمعان وضوء بتلاقي بتخففي الجلتر شوي ولا لا ما خص؟ لا هلا هون عروس ونحن يعني ما عاملين كثير الوان، اي لاينر بسيط فشوي بنضويه بالجلتر. يعني فينا نقول بالمجمل اليوم عملنا ميك اب هو اغلب عين العرايس مرفوعه ومفتوحه وكبيره. يعني هلا حيبين المكياج اكثر، هذا طلب اكثر الصبايا يعني. اها الصبيه تفاصيل وشها جميله يعني كمان بتلعب دور. تمام. هلا هون بنرجع نحن اذا كان الصبيه عندها جبين ضيق نحن ما بنستخدم لها الكونتور من على الجبين، ما بنستخدم لها من على الجناب كونتور، في عندك الدقن المزدوجه كمان بنحاول نحن انه نخفي بالكونتور، اي شيء نحن بنحب انه نصغره بنخفي بالكونتور، اي شيء بنحب نبرزه بالهايلايتر وال ربا نحن عم نشوف هلا بشرتك عم تلمع شوي ولكن بشره الصبيه لا بشره الصبيه ناشفه شوي، خلينا نحكي عن البشرات يعني اكيد العروس مانا مضطره بنص العرس يكون بشرتها هيك عم تلمع او فيها شيء ديفو غلط، خلينا نحكي كيف نحن فينا نخلي البشره الدهنيه او يلي بتلمع كثير انه هي تكون جافه. هلا هون بترجع للميك اب ارتست اذا كانت اكيد عند خبيره تجميل، في برايمر وفي كريمات خاصه بتنحط قبل الميك اب بتحددها خبيره التجميل، اذا كان اذا كانت بشرتها دهنيه بنحاول انه ننشف، حتى ايام بيكون مختلطه يعني اماكن دهنيه اماكن جافه كثير فنحن بنحاول انه نحن نوازن. تمام الاماكن الدهنيه نحن بنحط لها البرايمر يلي بنشف الوجه والاماكن الجافه نحن بنرطبها فهيك بيتعدل مع الفيكس بلاس اكيد بيثبت الميك اب لمده اطول. يعني جمالك حلو كثير الميك اب على الكاميرا هيك عم نشوف الالوان ما كثير بياخذ وقت يعني حتى لا ما كثير بياخذ ما بياخذ الوقت للعروس ما بياخذ وقت صح وهي رسمه الاي لاينر كثير مطلوبه هلا يعني كثير دارجه الصبايا كثير ربا انا كثير جاي على بالي بيجيبوا لي صوره انه انا كثير جاي على بالي ترسمي لي هي مزدوجه اكيد هلا نحن بنرسمها بس مو بهي الطريقه يعني لكل العيون في لا هون مزدوجه رفيعه عم نشوف لسه اعرض او ماده اكثر عند بعض العيون حسب العين حسب العين يعني هون نحن لانه العيون شوي دائريه حبينا شوي نرفع الاي لاينر ونطولها لحتى تسحب لي العين اكثر اذا كانت العين طبيعي وكذا فلا نحن ممكن انه نعرض الاي لاينر نخفف اللون مثلا نعمله كله لون غامق ونحن بس نحط نقطة جلتر يعني ما اكيد وبدنا ناخذ بعين الاعتبار انه كثير في رح يكون صور رح يكون تمام. في اضاءة ما رح يكون في اضاءة تمام. يعني كل هاي العوامل بتلعب دور لجمال الصبايا ربا نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا للصبية الجميلة يلي معنا لمساتك حلوة وخطوط مهمة اليوم عطيتينا اياها شكرا لكل حدا حابب يتعلم ميك اب شكرا لك اكيد بدنا نتشكرك شفنا اللمسات الاخيره وفعلا يعطيكي الف عافيه ميك اب حلو مثل ما قلتي ميك اب للعروس بسيط بس ابرز جمال الصبيه شكرا كثير لك اهلا